اهلا وسهلا بيكم. اليوم الفيديو مالتنا كلش طريف وبارد شوي، والمناظر قاسية لان بين الثلوج. قررت ان اطلع رحلة. الرحلة هي بس الحديقة اللي ورا البيت، واتفقد الاعمال الفنية اللي مسويتها وياكم. جاهزين؟ يلا. تتذكرون شلون كانت حديقتنا؟ وشوفوها هسه. طبعاً لبست الكنتور كله، كل الكنتور لبسته، ما بقى عندي هدوم. الخطوة الأولى، بسم الله. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله. أوكي، كانت الخطوة الأولى وتمت بنجاح. كان بودي بس أخذ صورة. Oh my God, look at this. Okay. هاي الركبة. يا الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. دخيل عينك. بس أخذ لي هاي الصورة. طبعاً كلش كان صعب الموضوع. والمشكلة واحد من يوقع ماكو شي يلزم على مود يقوم على حيله مرة ثانية. المهم بدينا نتذكر شنو كان عندنا. كانت عندنا قمرية عنب حلوة، وكانت أشياء مصنوعة من الريسايكل ونزلتها بأكثر من فيديو، وحياة حلوة وملونة وجو حلو وعصافير تزقزق، ومن هالسوالف ومن هالذكريات الحلوة. أوكي، هنا كان عندنا الريسايكل، طلعنا فيديو شو نعلق. وهنا كان عندنا طيور. وين راحت الطيور؟ طارت. نتذكر بهذه الجهة لما كانت عندنا العصافير والطيور، أشكال وألوان، أشكالها تختلف وأصواتها تختلف وأحجامها تختلف، وكان كل يوم هو كأنه معجزة ربانية. سبحان الله، كنا نتونس بكل دقيقة بهذاك اليوم. طيور. وين راحت الطيور؟ طارت. هذا الطيور. بس أريد صورة واحدة. هسا هاي الركبة. هاي النيل. ما واصلة الأرض. لا. أوكي. راح أروح أتفقد الحديقة. راح أروح أتفقد الحديقة. خوش. هنا الطاولة. بس أشوف الكاربت. السجادة العربية اللي رسمتها على الكونكريت. كان كل همي أطلع وأتفقد الأعمال الفنية، وأهم واحدة السجادة العربية. إذا تتذكرون نزلتها بفيديو قبل أشهر، شلون نرسم البساط العربي على الكونكريت. وفرشنا بساطنا العربي وعلى الأراضي الكندية. بس شوفوا الدنيا شلون تمشي هنا ببلادنا. نلبس الكعب العالي والجواريب القزاز والفانتنز من المشية. شوفوا هنا المشية. سوى هذا درج. كفيلكم الله زحليقة. كل الزحلة. أوكي. هاي المرجوحة شكد كانت حلوة. الله، وهاي القعدة وهاي الطاولة ايش قد سوينا عليها رسم. انا صح طالعة ادور على الاعمال الفنية بس ما دا القي اي شي ملون، كل شي ابيض.
وين السجادة الحمراء؟ وين الكاربت الأحمر؟ وين الكاربت الأحمر؟ يا كاربت أحمر كله أبيض صار. يا ويلي يا ويلي. سوينا فيديو عن السجادة الحمراء، خلونا ندور على الكاربت الأحمر ونشوف وين صار. تتذكرون من كنا نفتح هاي الباب وهنا اكو سجادة حمراء توصلنا للحديقة؟ اي بالضبط، هي هاي السجادة اللي اشتغلتها. حبيت افرش بساط عربي على الكونكريت ببيتنا بكندا، وكانت هاي النتيجة، وطلع بساط يخبل، ياهو اللي يشوفه يتعجب عليه. خلونا نشوف ورا هاي الثلوج اللي وقعت عليه، لسه موجود لون الأحمر له راح. موجود رابط الفيديو اللي اشتغلت به هذا البساط، إذا حبيتوا الفكرة تقدروا ترجعوا لو تشوفون. وبدينا بالحفر. تصدقون ايش قد فرحت من شفت الالوان بينت، وموجوده السجاده الحمراء اللي اشتغلتها. واو الحمد لله، يا ربي عدي هذه الشتاء على خير ويذوب هذا الثلج وترجع تطلع السجاده الحمراء. أول شيء، ثاني شيء سوينا فيديو عن بناء هذا الفنس، تعالوا نشوف شو صاير بيه، وهذا الرف اللي سويناه. ثاني شيء الفنس أو السياج، ثاني عمل فني بديت أدور عليه هو السياج. وين السياج مالتنا اللي بنيناه ودقدقناه خشبة خشبة؟ أخذنا القياسات وصممنا الموديل واستعانينا بصديقنا أبو رائد. بين هذول الخطين إذا هو ستريت، وشلون بنيناه وشلون جهزناه. هسه كملنا هذه الأولى، كملناها ما شاء الله متينة، استعملنا هذول القطع يثبتوها. هاي المرحلة اللي بنسوي هاي الطاولة الصغيرة. هلا هاي شوفوا لي هاي القطعة ايش قد حلوة حلوة صارت، هي دعم واسناد من يا ويلي يا ويلي هذا العمل الفني. طبعا كمل ويانا السياج، واخيرا خلصت القعده مالتنا وهاي الاضاءه مالتها بالليل. شوفوا شكلها ايش قد حلو. بدينا نجيب الاشياء، نزل الباربيكيو، هذا السور اللي سويناه. اوكي سويناه، هذا الديكور اللي سويناه، هذا الشلف سويناه بس ما سويناه للثلج صح؟ الآن نشوف الطاولة، الطاولة اللي سويناها تتذكرون؟ هاي الطاولة إيه، بس احنا ما سويناها على ما تحمل الثلج صح؟ ايه سويناها لغير اشياء. اتذكر من جبت هذه البكرة الخشبية، وطبعا يعني اشجع استعمال اعادة الاستعمال، اعادة التدوير او الريسايكل. شكد احب اصنع اشياء من اشياء هي يعني ممكن ما لها اي قيمة.
بس مع ذلك حاولت أصنع فد شي من لا شيء، وطلعت طاولة حلوة ومميزة، وصرنا نحط عليها ورد وأشياء وتماثيل أشكال ألوان حلوة. اللي عجبه هذا الفيديو أيضا نزلته على قناتي قبل أشهر، فتقدرون تشوفون طريقة العمل وشون سوينا فد شي من ولا شي. مثل ما شفتوا البكرة الخشبية اللي جبتها لها دائرتين، الدائرة الأولى سويتها الطاولة، الدائرة الثانية حبيت أسوي هذه الشخصية الكرتونية اللي كانت كلش مشهورة بوقتها، اسمها نيمو، هي سمكة بس مجرد ديكور وينحط بالحديقة، بس حبيت فكرته بصراحة وطلع حلو، وكانوا ياهو اللي يجينا خصوصا إذا عائلة عندها أطفال كلش يتونسون ويا نيمو. بس خطية نيمو هسه بالثلج ايش صار بيه؟ جمد. وينك يا نيمو؟ اخ نيمو. واو. تفضلوا، هاي طاولة الطعام. واو. يعني أنا من قارة اللي عليها العصفور المقرود، هذا ايش يسوي بهالثلوج؟ شلون يدفي روحه؟ سبحان الله العظيم. هسه وصلنا مرحلة نفتح الباب، متى تقدر؟ فأحاول أقدر أفتح الباب، ما يكفي هذا المكان أطلع. أوكي خلت نكسر. يا ويلي يا ويلي. أوي. لازم عندي مواد خاصة للثلج. يلا بس على الأقل اطمنت الكربت الأحمر. اوكي الآن راح اطلع للجهة الأمامية من يم البيت على مود احاول أنظف طريق للباب وطريق للسيارة.
أريد أطلع أفتر شوية داير مدار المنطقة مالتنا، أشوف شلون الوضعية، شلون الجو، أشوف شكو ماكو. نظفنا الجراج شوي، الآن رح أبدي بتنظيف السيارة. بصراحة الشتا يمنا جدا قاسي، يعني مرات أني أفكر يمكن أفضل شيء للعيشة بكندا واحد يسكن بشقة. الشقة ما تحتاج تنظف الجراج ولا تحتاج تنظف السيارة، أغلب الشقق عندنا جراجاتهم داخل العمارة، فيمكن أريح. سبحان الله، وإلا هذا العذاب واحد ترى ما يقدر يسويها كل يوم، يعني وإذا اليوم شوية إحنا شباب وبحلنا ترى ما راح يدوم الشباب. ما أتصور أقدر أسويها، يعني من نال 5 سنين قدام ما راح أقدر، ما أتصور. بس تشوف الحياة الطبيعية والناس الكل مجرد توقف العاصفة الناس كلها تطلع تنظف الجراجات، تنظف السيارة، نسوان ورياجيل. يعني هذا العمل ما مقصور فقط على الرياجيل أبدا. والحياة تستمر والمدارس تفتح والروضات تفتح والمحلات تفتح، وخلاص ها هي جزء من الحياة اليومية لازم تعيشها. شقد حلو صيف كندا، بس شقد قاسي شتاها.